تعالوا نروح لخبر آخر، إنه المركز الأزهر للفتوى الإلكترونية سلط الضوء على ظاهرة التنمر ضد الأطفال، واتحدث عنها ووضع ليها الحقيقة علاج، وأيضا تحدث عن تأثير وأسباب يعني الخاصة بظاهرة التنمر والتأثيرات السلبية اللي ممكن تقع على نفسية الطفل لهذا أو لهذه الظاهرة، وإنه ظاهرة التنمر دي إنها ضد أي أديان سماوية وتحديدا الدين الإسلامي. فعايزين نتحدث بقى عن هذا الموضوع مع الشيخ عطية محمد من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير على حضرتك سيدنا الشيخ. صباح الأنوار يا أستاذة. عايزين نتكلم إنه ظاهرة التنمر الحقيقة هي ضد أي أخلاقيات ومعارف دينية، فمن واقع طبعا خبرات حضرتك في التعامل مع الشباب والأطفال في إنه يعني غرز القيم والمبادئ، شايف حضرتك إيه أبرز ملامح هذه الظاهرة؟ يعني إيه أسبابها؟ إيه اللي بيؤدي إنه الشخص أو الطفل بيبدأ إنه يتنمر على أقرانه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في البداية بنقول ان احنا ديننا دين الاسلامي هو دين اخلاق، هو دين سلام، هو دين مودة ومحبة واحترام ووقار. رسالة الاسلام يا استاذة هي رسالة اخلاقية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يقول: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وحسن الخلق عندنا يا أستاذة دليل على كمال الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دليل على علامة من علامات الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من هنا انطلق طبعا مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ان هي تسلط الضوء على ظاهرة التنمر، وتبين للجميع ان التنمر ده شكل من اشكال الاساءة والايذاء والسخرية. يعني ينتقل صاحبه اللي هو المتنمر من الاخلاق الانسانية الى الاخلاق الحيوانية، يعني لان شايف التنمر بيبقى فيه غياب لإيه بيؤدي إن الشخص يتنمر، إيه الأسباب؟ طبعا في اسباب كتيرة، خصوصا لما يكون الامر ده موجود في المدارس. يعني احنا عاملينها على اساس الاطفال وعلى اساس الصبية صغار السن، فتبقى اذا كان هو ممنوع بداية فهو وجوده في المدارس ده خطره شديد وجرمه عظيم، لانه بيتنافى اصلا مع دور التعليم الرئيسي اللي هو في تهذيب السلوك، بقى تهذيب سلوك الطفل وسمو وجدانه. فاحنا بنتكلم عن الاطفال اللي هو في مقتبل اعمارهم، ازاي بيحصل لهم حته التنمر ده والاضرار اللي هي بتلحق الكلام ده. طبعا احنا حصرناها في ان هو بعض الاضرار اللي هي ممكن تخلي الطفل يكره المدرسه مثلا بسبب طبعا اصحابه اللي بيتنمروا عليه او بيسيئوا اليه، بيكره الانخراط في المجتمع، ما بيقبلش النصيحة، ما بيقبلش التوجهات سواء من المعلم أو الأب أو خلاص بيبقى الأم. عنده رفض للمجتمع اللي حواليه لأنه هو أيوة نعم. وقع عليه تأثير سلبي. طيب إيه دور الأزهر بقى الفترة القادمة لمكافحة ومواجهة هذه الظاهرة؟ إحنا طبعا بنعمل توعية في المدارس وبننبه على الحالات اللي هي الموجودة، وبنعمل شبه علاج وقائي. يعني إحنا بننبه طبعا خطورة العملية ديت، وبنعمل علاج وقائي يقينا أصلا إن إحنا نتدخل فيها. يعني سواء إن ابننا أو الطفل أصبح هو اللي بيقع عليه التنمر أو هو المتنمر أصلا، فإحنا بنلغي ده وبنحاول نلغي الناحية التانية، لأن الطفل سواء المتنمر أو اللي وقع عليه التنمر الاتنين بيهمونا. فإحنا بنعمل علاج وقائي وبنقول وننبه، يعني العملية عملية توعية للمدرسة وتوعية للمعلمين وتوعية للطلبة وتوعية للأب والأم إن إحنا إزاي نغرس في وجدان أبنائنا التواضع وحب الآخرين، إن إحنا نغرس في قلوبهم وعقولهم ونفوسهم
ازاي وهو من صغره يربى على توقير الكبير والعطف على الصغير، ازاي بنوجد بيئة اجتماعية من خلال انتقاء اصحاب صحيح. او صحبة وصداقة بتعين الطفل على فعل الخير، ازاي بنقوم الطفل بتاعنا ونبررلهوش الاخطاء بتاعته حتى لا صحيح يختل عنده ميزان الخطأ والصواب، صحيح مع مراعاة طبعا الرفق واللين في التعامل معاه، لان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. فاحنا مع ان احنا بنصوب الاخطاء الا ان احنا في نفس الوقت بنراعي نفسيات الطفل ونتعامل معاه بما يعني يقدمه الى الامام. أنا بشكر حضرتك الشيخ عطية محمد من علماء الأزهر الشريف.